السلام عليكم، معكم اللاعب محمد حسين دكام من نادي جرش. أول كنت في أكاديمية بحرة وانتقلت لنادي جرش، والحمد لله الكابتن موسى طورني وحطاني موهبة، والحمد لله حصلت ميدالية برونزية في الناشئين اخترق الضاحية في 6 كيلو والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عيسى داهي الجوهري من أكاديمية بحرة. انتقلت الآن إلى نادي جرش مع السام مدرب موسى وطور موهبتي، والآن مسابقتنا الجاية في الشرقية إن شاء الله القادم أفضل. معكم الكابتن موسى قواشي مدرب ألعاب الكرة بنادي جرش. شاركنا في بفرق بالشباب من منطقة أو من محافظة الدرب ومن بحرة بالتخصيص، وعندنا مجموعة من الشباب يلعبون في فئة الناشئين وبأعمار صغيرة جدا، يعني من 27 فما فوق، وبفضل الله سبحانه وتعالى حققوا المركز الثالث في منافسات المملكة لاختراق الضاحية، وحققوا المركز الثامن في منافسات المملكة لألعاب القوى في تبوك. وطبعا البطولات اللي شاركنا فيها وبفضل الله سبحانه وتعالى حققنا فيها مراكز كويسة، هي بطولات اختراق الضاحية للدرجات الثلاث، الأربعة براعم ناشئين شباب أول، طبعا في الليف الأولى، ثم في أبها الثانية، ثم في الشرقية الثالثة، وحققنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى حصلنا على المركز الثالث بالنسبة للناشئين، حصلنا على المركز الخامس بالنسبة للكبار، حصلنا على المركز الثامن بالنسبة للبراعم. الشباب طبعا لم يتأهل، لم يحالفهم الحظ لأن ما كان عندنا فئات شباب.